مرة إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال بذكرى عملية نادو إز في أفعابت. جمعية منمي البساتين في مديرية دقة تعقد مؤتمرها الثالث. العمل لحل إشكالية مياه الشرب صالحة في مدينة عدوخالة. مقتل 16 شخص على الأقل في هجوم على قرية شمال غرب نيجيريا. اليابان تحتج بشدة على انسحاب روسيا من محادثات السلام بين البلدين. بحر الصين الجنوبية تحول لبؤرة ساخنة وبكين ترد. مرحبا بكم. تم الاحتفال بالذكرى 34 لعملية تدمير نادو إز في 19 من مارس الجاري في أفعبت. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب في المناسبة التي حضرها مسؤولو الحكومة وقادة الجيش وسكان مدينة أفعبت إن تدمير نادو إز ساهم في تدمير أكبر ثاني قوة إثيوبية استعمارية مدججة بالسلاح كانت مرابطة في تلك المنطقة وأدت إلى انتقال نضال الشعب الإريتري إلى مرحلة جديدة وهامة. وكانت معركة متميزة من حيث النوعية والتنظيم والخطط العسكرية والتكتيكية. وقال السيد أحمد إن عملية تدمير نادو إز تعتبر مواجهة تاريخية فتحت أبوابا واسعة لعملية فنقل والحرب الختامي وكانت عملية عسكرية بارزة بيّنت للشعب الإريتري والعالم أجمع اقتراب تحرير كامل التراب من براثن العدو. وحفلت المناسبة ببرامج وفقرات ثقافية وفنية وقد وزعت الجوائز على الفائزين في المناشط الرياضية. الجدير بالذكر أن الصحفي والمؤرخ البريطاني بازيل ديفيدسون قارن معركة نادو إز الباسلة التي خاضها الجيش الشعبي الإريتري في الفترة من 17 حتى 19 من مارس عام 1988 التي بشرت بتحرير كامل تراب الوطن بمعركة دين بينفو. عقدت جمعية الخضر والفاكهة بمديرية دقة الجمعية التي تنشط على البساتين المنتشرة على ضفاف وادي بركة في 15 من مارس الجاري مؤتمرها الدوري الثالث أكدت فيه تعزيز إنتاجها كما ونوعا والعمل الجاد للتأثير الإيجابي على الأسواق. وقدم رئيس الجمعية السيد يوسف دامر تقريرا مفصلا فيما يتعلق بالأنشطة المنفذة والتحديات التي ظلت تواجههم. قال فيه إن الجمعية التي تأسست عام 2016 وتضم 249 عضواً لا زالت تعمل بجدية لتلبية طلبات الأسواق المحلية وأبعد من ذلك. وذكر السيد يوسف أن اللقاءات المباشرة بين التجار وأعضاء الجمعية خارج إطار دستور وتعليمات الجمعية وعدم توفر بيئة ملائمة تسهم في تلاقي المنتجين والمستهلكين بصورة مباشرة وكذلك إنتاج مماثل في موسم واحد تعتبر من أهم المشاكل التي يجري العمل الجاد لحلها داعيا لتعزيز العمل المنسق بين الأعضاء بهدف مزيد من الإنتاجية. من جهته قال مدير مديرية دقة السيد همد إيلا إن المديرية ملائمة للزراعة المروية وأن الخضر والفاكهة التي ينتجها المزارعون على مستوى الجمعية والفردي تلعب دورا كبيرا في استقرار الأسواق داعيا منمي البساتين وخاصة أعضاء الجمعية تعزيز إنتاجاتهم بأسلوب لا يضر الثروات الطبيعية. وذكر حاكم اقليم القاشبركة سعادة السفير محمود علي حروي ان ادارته تدعم الجهود الجارية للنهوض بالانتاجية عبر الزراعة المروية والمطرية مناشدا منمي البساتين التقيد بقوانين الجمعية لتلبية طلبات الاسواق واستقرار الاسعار وتعزيز انتاجيتهم كما ونوعا والعمل بقوة مانحين حماية البيئة اهتماما اكبر. أوضح في اللقاء الذي عقد في 14 من مارس العمل بقوة هذا العام لحل إشكالية مياه الشرب الصالحة في مديرية عدوخالة. وقال مدير المديرية السيد عند مسقل أدحنوم في اللقاء الذي أجراه مع السكان ضحيتي سومومو ومايلافو وضع برنامج لإكمال البئر الجديد التي حفرت عام 2021 وتغيير أنابيب المياه القديمة وتوسيع انتشارها.
وبناء خزان توزيع المياه وشراء مضخ مائي جديد يسهم في تعبئة الصهاريج. وذكر السيد حنوم أهمية مشاركة المواطنين الفعالة في تنفيذ البرنامج وغيره من البرامج التنموية، داعيا السكان للمساهمة الفعالة حسب المستطاع لإنجاز الخطة الموضوعة لبناء جزارة جديدة وحمام ودورة مياه عامة وسط المدينة. وأكد المشاركون بدورهم اختيار لجنة تعمل في تنفيذ المهام للقيام بكل ما يطلب منهم حسب المستطاع. شهدت مديريتا فورتوساوا وملقي تنفيذ أنشطة متنوعة تسهم في تقوية تأثيرات الشباب ورفع وعيهم وتطوير قدراتهم. وبهذا فقد تخرج في مديرية فورتوساوا 51 شابا بمختلف المهن، فيما نظمت حوارات جماعية حول ثقافة القراءة لدى الشباب وأهمية التعليم في بناء الشباب والوطن، وكذلك دور الشباب في مكافحة الجرائم والمخالفات. في غضون ذلك عقد الشباب العمال في مديرية مولقي في 10 مارس مؤتمرها الأول، واختار لجنة إدارية، فيما تم توزيع جائزة تنفيذة على 13 طالب حققوا نتائج أكثر من 85 نقطة في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية في العام الدراسي 2019-2020. طالبت ضاحية عجشومة في مديرية قنداع إقليم شمال البحر الأحمر للقيام بعمل منسق لرفع مشاركة الطالبات في مائدة التعليم التي ظلت تظهر انخفاضا ملحوظ مع تقدم المستوى الأكاديمي. وذكر مدير مدرسة عجشومة الابتدائية والمتوسطة الأستاذ محمد سعيد محمود بأن مشاركة الإناث في التعليم توجد في وضع جيد، إلى أنها تنخفض بنسب عالية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويعود السبب إلى حياة الترحال وزواج القاصرات، مناشدا الآباء لتشجيع ودعم أبنائهم كي لا يقاطعوا التعليم. وأوضح بأن المعلمين والمدراء كانوا يقومون بحملات توعوية مكثفة داعيا المجتمع خاصة الآباء لخلق بيئة صلبة تساهم في مواصلة الطالبات التعليم حتى المستويات العليا. وأشار المعلمون والطلاب ابتعاد الإناث عن مائدة التعليم وجلسهن في منازلهن، داعيا الآباء والمعلمين العمل المنسق من أجل مواصلة تعليمهن. هذا ويوجد في ضاحية عجشومة 457 طالب، بينهم 180 طالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. سيداتي سادتي، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية في نيجيريا بأن 16 شخص على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون أتاوا على متن دراجات نارية إلى قرية غانارا كياوا في ولاية زانفارا. وتحدثت الصحافة المحلية عن حصيلة أكبر من تلك التي أعلنتها السلطات، حيث أوردت أن 37 شخص قتلوا من بينهم زعيم القرية، كما تم اختطاف 10 الأشخاص. وتنسب السلطات النيجيرية مثل هذه الهجمات عادة إلى عصابات يطلق عليها أفرادها اسم قطاع الطرق. وأكد مكتب حاكم ولاية زانفارا وقوع الهجوم، وقال في بيان إن العديد من الأرواح أزهقت، كما أصيب آخرون بجروح من دون أن يقدم أي حصيلة للقتلى أو الجرحى. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد شيخو إن عشرات المسلحين على متن دراجات نارية هاجموا قرية غانار كيوا في ولاية زانفارا، مؤكدا أن عناصر الشرطة والجيش انتشروا في المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات وملاحقة قطاع الطرق.
أعلنت اليابان عن احتجاجها بشدة على قرار روسيا الانسحاب من المحادثات الثنائية الهادفة إلى توقيع معاهدة السلام تعثر إبرامها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حول أرخبيل أراضي الشمال الذي تطالب به اليابان فيما تسيطر عليه موسكو. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمام البرلمان في طوكيو إن هذا الوضع هو نتيجة العدوان الروسي في أوكرانيا بحسب وصفه. وأكد كيشيدا أن اليابان تحتج بشدة على قرار موسكو مجددا إدانة بلاده لما تقوم به روسيا في أوكرانيا من أعمال تغيير الوضع الراهن بالقوة وبصورة أحادية الجانب. وفي الأسابيع الأخيرة انضمت اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو على خلفية شنها حربا على أوكرانيا منذ 24 من فبراير. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي لا ينوي في ظل الظروف الراهنة مواصلة المحادثات مع اليابان بشأن معاهدة السلام. وبررت الوزارة هذا الموقف استحالة مناقشة الوثيقة الأساسية للعلاقات الثنائية مع دولة اتخذت صراحة موقفا غير ودي وتسعى جاهدة لإلحاق الضرر بمصالح بلادنا. أعلنت الصين أنها تمتلك الحق في تطوير جزر ببحر الصين الجنوبي بالشكل الذي تراه مناسبا، وذلك في عقاب اتهامات أمريكية بأنها عسكرت 3 جزر على الأقل ضمن 10 جزر شيدتها في الممر المائي المتنازع عليه ما شكل انتهاكا للالتزام سابق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي أن نشر الصين لمنشآت دفاعية ضرورية على أراضيها حق لكل دولة ذات سيادة، ويتماشى ذلك مع القانون الدولي وهو أمر لا يقبل الشك. كان الأدميرال جون سي إيكويلينو قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي قال إن الصين أرسلت أنظمة صواريخ مضادة للسفن والطائرات ومعاهدات تشويش ومقاتلات إلى الجزر، ما يعد خطوة شديدة العدوانية تهدد جميع الدول المجاورة. والخبر الأخير في هذه النشرة، حيث احتلت العاصمة الهندية نيودلهي المرتبة الأولى كأكثر عواصم العالم تلوثا في عام 2020 للسنة الثالثة على التوالي وفق مجموعات EQR السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الهواء السام الذي يقتل ملايين الأشخاص كل عام في الهند. استندت النتائج إلى المتوسط السنوي للبلاد من الجسيمات المحمولة جواً التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، ويمكن أن يؤدي التعرض المطول إلى أمراض مميتة بما في ذلك السرطان ومشاكل القلب. وتفاقمت مشكلة التلوث في دلهي بسبب حركة المرور الكثيفة في أكتوبر ونوفمبر، حيث تحاصر حرائق المحاصيل وعوادم المركبات في الهواء البارد البطيء الحركة لفترة أطول. وأظهرت دراسات مختلفة أن الهند تفقد أكثر من 1 مليون شخص كل عام بسبب الهواء السام. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. الاحتفال بذكرى عملية تدمير نادو إز في أفعبت. جمعية منمي البساتين في مديرية دقة تعقد مؤتمرها الثالث. العمل لحل إشكالية مياه الشرب صالحة في مدينة عدخالة. مقتل 16 شخص على الأقل في هجوم على قرية شمالي غرب نيجيريا. اليابان تحتج بشدة على انسحاب روسيا من محادثات السلام بين البلدين. بحر الصين الجنوبي يتحول لبؤرة ساخنة وبكين ترد. انتهت النشرة، إلى اللقاء.